يا ريت. منتخب مصر صدق. هناك احنا متابعينه لحظه بلحظه بشكرك على الشاشه ولقطات الحقيقه حصريه. سهلين خير والله ان شاء الله. يعني زميل مهيب عبد الهادي هناك الحقيقه مجهود كبير جدا بيلعب مان تو مان مع منتخب مصر أو لسه واصلين اسوان دلوقتي. مساء الخير يا مهيب. مساء الخير يا كابتن سيف. مساء الخير على حبيبي الحاج محمود الشامي. حبيبي نورنا والله. ربنا على السلامه. ربنا يكرمك حبيبي. حاجه جميله كده واتحاد كره مشرف للكره المصريه. الله يخليك. الله يخليك. ان شاء الله بالتوفيق. تبقى طالما بص طالما الدخله النعمه دي تبقى الرحله كويسه والدنيا ماشيه كويس. الدخله النعمه دي مش طبيعيه كده. ليه قوه ثلاثيه بقى؟ بطل طول عمره بطل. بقى لنا كام سنه حاج محمود؟ قول لي كابتن سيف يعني احنا بقى لنا كتير قوي يعني بقى لنا كتير بالفعل. يمكن لسه يمكن اللعيبه دلوقتي بياخدوا يعني حتى الصور اللي هتشوفوها حالا دي على الهواء مباشره. يمكن اللعيبه لسه واصلين حالا مطار اسوان وفي التفاف كده من الجماهير. انت عارف جماهير اسوان بتحب دايما يعني جماهير طيبه وبتحب منتخبنا الوطني ومش اول مره المنتخب ينزل اسوان. احنا فترات كبيره كابتن سيف يمكن انا حاسس ان هي فيها بعض من التفاؤل بالنسبه لكابتن شاو. يمكن في 2008 كان في معسكر في اسوان قبل خد كاس الامم الافريقيه لكن لسه واصلين حالا في المطار. يمكن اديك كابتن علاء نبيل مدرب عام منتخبنا الوطني يديك تفاصيل اكتر لحد ما احنا ايه نشوف ايه الوضع وهنديك احنا اسرار بقى اكتر. طيب ماشي دينا مهم. الو كابتن علاء مساء الخير. ازي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن سيف. ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله. مشرفني منورني الحاج محمود الشامي. الله يخليك. سلمني عليه يا حاج كابتن علاء. بالتوفيق يا كابتن. الله يخليك حاج محمود. بالتوفيق يا كابتن. الله يخليك حضرتك. يا كابتن علاء طمنا على البعثه وعلى الوصول. ان شاء الله الحمد لله كانت الرحله يعني هاديه. ان عارف ان في تمرين النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. هو حضرتك احنا جمعنا في الساعه 2 في القاهره في احدى الفنادق القريبه من مطار القاهره وتحركنا حاليا في واقفين على السير بناخد الشنط. كل اللعيبه الحمد لله وصلت بس تريزيجيه بس عشان موضوع امتحاناته وهينضم لينا بكره ان شاء الله. وصلنا درجه حراره عاليه شويه يمكن 44 لكن برضه بتبقى مماثله شويه من الجو في افريقيا اللي هنلعب فيها. عندنا تمرين الساعه 9 ان شاء الله يا دوبك بس نروح نحط الشنط ونلبس ونغير نروح على التمرين ونبتدي معسكرنا اللي عندنا امل كبير لو احنا نستفيد منه ان شاء الله كحياه رياضيه للاعب الرياضي تغذيه وراحه وتدريب ونوم ومحاضرات عشان ما فيش وقت احنا نجمع ان شاء الله تاني فنختم المعسكر بمباراه كينيا ان شاء الله ونروح على السنغال باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا كابتن علاء. ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق وكل دعواتنا ان شاء الله باذن الله. شاكرين ونسلم على الحاج محمود ومشاكرين. الله يخليك. بالتوفيق يا كابتن شوقي. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن علاء نبيل المدرب العام منتخب مهيب. كابتن سيف قول لنا الكواليس. يعني كواليس طبعا يمكن ابرز يمكن المنضمين لمنتخبنا الوطني هاني العجيزي وتريزيجيه وايضا امير عبد الحميد. مش هم مش غربه على منتخب مصر لكن طبعا. هي دي يمكن بعض الاسماء الجديده في معسكر منتخبنا الوطني. يمكن احنا بنخرج دلوقتي من مطار اسوان في الاتجاه الى الفندق اللي هيكون فيه منتخبنا الوطني والنهارده هيكون في تمرين الساعه 9:30. يمكن حاله من التركب وحاله من عارف صوره جديه بعض الشيء لمنتخبنا الوطني. خالد قمر يمكن من يمكن اللعيبه عايز اقول لك ان اللعيبه مجهده شويه كابتن سيف يعني اللعيبه مجهده مجهده من ايه مهم. معلش انا تليفون حسني خطف التليفون وجري. حسني عبد الرب كالعاده يعني خليك معايا خليك معايا مهم. خطف التليفون وجري فاهم. ماشي احنا لسه بنبتدي معاك اهو يعني بنقول يا هادي. عايز اقول لك يمكن هاني العجيزي برضو من الوجوه اللي موجوده جديده مع منتخبنا الوطني واحنا دلوقتي في الاتجاه منتخبنا الوطني بيتجه الى الفندق اللي هيكون فيه وهنكون معاكم لحظه بلحظه ان شاء الله من خلال متابعتنا من خلال الملاعب اليوم من خلال كابتن سيف ان شاء الله. يمكن احنا شايفين لعيبه منتخب مصر دلوقتي. انتم مش شايفين يمكن انا اللي شايف. احنا شايفين برضو انت هتشوف لوحدك ما احنا بنشوف مع بعض ما تقلقش. يعني اللعيبه احنا دلوقتي يمكن خرجنا ممكن نبقى ديليت كده دقيقتين ثلاثه لكن 18 لعيب منضم لمنتخب مصر في 12 لعيب اللي هم المحترفين. عايز اقول ان احمد فتحي ممكن يصل يوم الخميس او الجمعه القادم عشان ينضم لمعسكر منتخبنا الوطني. طبعا المعسكر ده بيعقبه مباراه كينيا ان شاء الله يوم 30 وبترجع البعثه يوم 31 واحنا هنكون معاكم لحظه بلحظه. طبعا كابتن سمير عدلي موجود في القاهره من اجل اتمام اجراءات
سفر كابتن احمد حسن يمكن مدير الكره لمنتخبنا الوطني على هواء مع الحاج محمود الشامي ومع الكابتن سيف. ماشي. الو كابتن احمد مساء الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا كابتن سيف، الحمد لله تمام بخير والله الحمد لله. حاج محمود الشامي مشرفنا ومنورنا. كابتن احمد توفيق، تحياتي ليه وسلم لي عليه طبعا. الله يخليك. بعيدا عن اي حاجه، واخويا الكبير طبعا. الله يكرمك كابتن عفوا. كابتن احمد، يعني شعور حضرتك من بدايه ما نزلت اسوان معسكر الحقيقه مهمه قبل لقاء السنغال، والعدد مكتمل لسه ما انضمش المحترفين، ولكن بيقولوا الرطوبه يعني درجه الحراره عاليه جدا. والله طبعا طبعا اكيد درجه الحراره عاليه، ويمكن في طبعا بعض الرطوبه وكده، ولكن احنا ده كان مقصود يعني. طبعا الناس بقت حاسه الاجواء اللي احنا ممكن هنقابلها ان شاء الله في السنغال، لان برضه السنغال كمان احنا رطوبه هناك اعلى من كده بكتير، نسبتها 98%. انما الحمد لله يعني اتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله. يمكن انا مش غريب على اسوان، لان واحد كنت بدايتي كانت هنا في اسوان طبعا. هنلاقي ترحاب من الناس، وهنلاقي يعني الناس كلها هنا مبسوطه وسعيده ان المنتخب يكون متواجد، وهي يعني زي تجهيز او استعداد للجو اللي احنا هنكون فيه هناك، وده كان هدف مقصود يعني. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان المعسكر يكون ايجابي، واللعيبه كلها موجوده، كل اللعيبه موجوده، وما فيش يمكن بس تريزيجيه هو اللي هيكون متواجد ان شاء الله، عنده امتحان ويكون متواجد باذن الله، والامور كلها تمام، ما فيش اي مشكله خلاص، وبعد كده ينضم لينا باذن الله باقي اللعيبه المحترفه ان شاء الله بعد انتهاء مباراتهم ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق يا كابتن احمد، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن احمد حسن صقر مدير منتخب الاول، وبشكره شكرا جزيلا، وبشكر الزميل مهيب عبد الهادي شكرا جزيلا، مجهود كبير الحقيقه من مهيب، واستنونا تغطيه الحقيقه لحظه بلحظه ان شاء الله باذن الله مع منتخب الاول.